ماني معدل، عندي 35 سنة، بشتغل مشروع بسكوت. أنا ما بقى بسكوت ده، ممكن إيه شوكولاتة، ممكن أي حاجة هم عاوزينه. مين علمك؟ مش هون هي اللي علمتك الحاجات دي؟ اه. بتاخد منك وقت قد إيه؟ ساعة. بتعمليها إزاي؟ كورة وكده، وبعمل فيها الكورة وبطاطا وعدس. بالعجينة عجينة نفسها. مكونة من إيه العجينة؟ هي الكورة بالظبط. دقيق؟ دقيق دقيق وسمنة. وزبدة. وسكر كده. حتى قد ايه في النار؟ ربع ساعة، عشان دقيقة. ربع ساعة تطلع الراحة هتبقى كويسة. بعد ربع ساعة؟ ربع ساعة أضرب ربع ساعة كمان. بتعرفي منين إنها استوت؟ بتعرفي منين إنها استوت؟ روهان هي تشوفها عنها فرن عامل إزاي وكده. مرض اللي اشتروا. الناس هتيجوا اشتروا. تعرفي اسم الأكل اللي كيت. طب شاوريني بقى على الحاجات وقولي لي أسماء دول وشوكليت والدول ودي بقى منها ورا دي. شريهان. عندك كام سنة؟ 20. بقالك قد إيه بتشتغلي في الحلويات؟ بعمل بسويك معلن، وبعدين حاطط شوكولات شيبس وبسويك كل حاجة. إيه أكتر حاجة بتعرفي تعمليها؟ الفايهة ولا إيه؟ لا مش أكتر. أول لما جينا بعدين البيتن، وبعدين حاطط الشكل إيه وعيني وبق وبس. وبعد كده بتديها لرهان هي؟ لا ألوان بس يعني. يعني أنت بتعملي لها عينين وبق؟ بتديها كده تحطي عليها. أوكي هو ده. تعمل بسويك. قولي لي بقى إيه ده؟ ده بسويك، أنا عملت بسويك باكينة وبعدين حاطط ألوان. بتعمل له عينين وبق. عمل عيني وبق واتنين. انت نفسك في ايه يا شرهان؟ نفسك في ايه؟ نفسك تعملي ايه؟ اعملها بسبيك شكل ايه؟ بس لا نفسك حاجتك مثلا تتباع وتبقى باسمك انت؟ انا اللي اشتري محل. وتبيعي فيه ايه؟ تبيعي ايه؟ بسبيك يعني عشان الناس جايين اشتري بسبيك. شيرين حمدي واخت شريان حمدي، ودي مريم صاحبتنا برضو صاحبة شريان، واليوم صاحبتين تانيين هايدي وسبا، ومعانا دلوقتي يحيى برضو. فاحنا هما ذا فور بسكت، يعني بدأنا على اساس كانوا 4 في الأول، سميناهم كده ان هما بيعملوا بسكوتات مهارات هما اوريدي بيعرفوا يعملوها، على اساس بيساعدونا في البيت والكلام ده كله. وبالتالي بس جات لنا فكره المشروع من الفكره دي، يعني حاجه سهله لحد ما بيعرفوا يعملوها. طبعا مش بالسرعه زي دلوقتي يعني. بالظبط، الاول ان هو كان مساعده في البيت والكلام ده، بس من حيث بدا الفكره كده، وان ماما بتعرف تعمل الخلطه حلوه مشهوره بيها، خلطه سويسريه. فبالتالي بدانا المشروع من هذه الفكره. المشروع مختصر على المتلازمة الداون، ان هم بالظبط المشروع اساسي ليهم. واحنا طبعا في مراحل معينه احنا بنعملها، زي مرحله الفرن الكلام ده بيبقى فيها خطوره شويه. بالظبط احنا بنساعدهم. بنظم مرحله العجينه احنا بنعملها، وبعد كده هم بيبتدوا يفردوا العجينه دي ويقطعوا الاشكال اللي انتوا شايفينها المختلفه، صح؟ الاشكال اللي هي دايره، وبتعملوا ايه تاني؟ قلوب، صح؟ قلوب. وايه تاني؟ حاجات كتيره زي ما احنا حسب الموسم نعمل ساعات ايه، بنعمل حسب الموسم نعمل شجره كريسماس، صح؟ حاجات كده مختلفه. بيعملوا ايه بقى وعن الحاجات اللطيفه الجميله اللي هم بيعملوها دي؟ هم نفسهم يعملوا ايه اكتر انت عارفه جو؟ طبعا هم نفسهم، هم دلوقتي حتى عموما بيحسوا ان هم بثقه كبيره قوي بنفسهم لما بيقفوا يبيعوا الحاجات دي. حتى يعني بنشوفهم في حياتهم اليوميه، هم بيروحوا للناس بيقولوا على فكره انا ببيع بسكتس وبعمل بسكت، انا بشتغل. يعني هم بيشوفوا اخواتهم بيشتغلوا بيروحوا وييجوا، فهم نفسهم في حاجه حياه عاديه زي اي حد يعني. ونفسهم شعورهم ايه؟ بالظبط. هما بيحسوا ان هما ناس عاديه جدا بتروح الشغل وبترجع من الشغل، بيحسوا برضو بثقه. يعني دلوقتي شريان مثلا بتبقى عاوزه تشتري حاجه بتعرف تشتريها صح؟ اه. مثلا مريم بتبقى حاجه موبايل مثلا نفسها فيه، بتقول خلاص انا معايا فلوسي انا هشتريها. يعني بالظبط طبعا بالنسبه ما معتمدين على نفسهم بالظبط. احنا 4 بنات وولد واحد. ايه الصعوبات اللي بتقابلوها بقى؟ صعوبات بنقابلها ممكن ساعات طبعا احنا مثلا ما يقدروش يشتغلوا كميه كبيره جدا، كميه كبيره مره واحده، يعني الانتاج بتاعهم بيبقى برضو محدود لحد ما. لا بنشتغل برضو يعني في المره الواحده بنشتغل 3 كيلو عجينه. احنا 4 البسكوتات، احنا 4 بسكوتات اما بسكوت استنى عملت معلش بسكوت اما بسكوت. لا احنا 4 البسكوتات. انا مش 4 بس.